عارف يا اسد، انا اتصدمت فيك جدا. اتصدمت فيا انا يا فلفل؟ ليه؟ علشان انت قطة، انت طلعت قطة يا اسد. انا قطة؟ مين اللي قالك الكلام ده؟ مستر مصطفى سمعته بيقول الكلام ده لابطال سنة خمسة، بيقول انك قطة كبيرة. قولي بالظبط هو قالك ايه؟ قال it lives in Africa, it's a very big cat, it's very strong. طيب ما هو قالك it's very strong، يعني هو قوي جدا. فعلا انت قوي جدا، بس برضو انت طلعت قطة. بقولك ايه، تعالى وريني مستر مصطفى قال ايه بالظبط، انا عاوز اشوف الفيديو اللي هو قال فيه ان انا قطة. طيب تعالى معايا ونشوف الفيديو، يلا بينا. اما اسد قطة صحيح، فاكر ان انا هاخده ووديه لمستر مصطفى. Hi Zico, I had a wonderful day out yesterday with my family. Where did you go? I went to the new wildlife park. It was awesome. What did you see? Could you go near the lions? No, we stayed in the car. But we could see them through the trees. The kangaroos were interesting too. When they are little, they can sit inside their mom's pouch. It's so sweet. What birds did you see? Lots, but my favorites were the parrots. They were so beautiful and they could talk. We said some words for them to repeat. What about animals that like the cold? Did you see any? Yes, penguins. They were in a special place inside. It was cold, like a fridge. We fed them some fish. I love penguins. They can swim so well and they look so cool. Wow. Was there anything you wanted to see but couldn't? The bats. I'm doing a project on bats at school, so I really wanted to see them. But they were all hiding and I couldn't see them in the dark. Oh well, it sounds amazing. I have got to feed my rabbit now. That's the most wildlife I'll see today. المحادثة اللي قلناها بالانجليزي مستر مصطفى هيجي دلوقتي ويشرحها لكم ويفهمها لكم كويس جدا، وتفهموا بقى الكلام اللي انا وزيكو قلناه. بقول لكم ايه يا ابطال، يلا بينا مع بعض نبدأ يونت 9 الوحدة التاسعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أبطال سنة خمسة حبايب قلبي. النهاردة إن شاء الله يا أبطال عندنا يونت 9 الوحدة التاسعة My Favorite Animal، حيواني المفضل. هنتكلم النهاردة عن الأنيمالز الحيوانات، وهنشرح بقى المحادثة اللي لسه زيكو فلفل قايلينها. ركز يا بطل معايا لأن درس النهاردة ممتع جدا. كبر الصورة، لو لقيت الجرس متاح فأنت يا ريت تفعله علشان يوصلك إشعار بعد كده بكل جديد أنا بقدمه ليك. بحبك جدا. Let's start. بقول لك ايه يا بطل، تعالى نبدا بدايه في دماغي كده حاجه كده معينه. بص هنتكلم على 8 animals، 8 حيوانات، هما فيهم حيوانات وطيور، تمام؟ يبقى 8 animals and birds. هنتكلم على 8 حيوانات وطيور، هنوصفهم الاول، تمام؟ فركز معايا. اول حاجه هنتكلم عليها it lives in the garden. it lives in the garden يعني ايه؟ it يا حبيب قلبي، it اقصد غير عاقل، ما هو اي حيوان هقول عليه ات. طيب ليف يعيش، بس انا بقى هحط اس. ليه؟ لان الفعل، ركز، الفعل مع هي وشي وات واي اسم مفرد بنضيف له اس، فهنقول ات ليفز. اللي انا اقصده ده اللي في دماغي ده، تمام؟ ات ليفز هو بيعيش. بيعيش فين؟ ان ذا جاردن، في الحديقه. ايه ده حاجه جميله، ده اكيد لزوز كده وجميل. ات ليفز ان ذا جاردن، جاردن حديقة يا بطل، جاردن، اوكي؟ جاردن، 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 it lives in the garden. اللي أنا أقصده بقى عنده حاجة اسمها شيل، اعرف شيل بقى واكتب، اكتب، اكتب معايا الكلمات. it اللي أنا أقصده ده، الحاجة اللي في دماغي دي، it has عنده a shell. إيه الشيل دي؟ يعني صدفة. it has a shell. it has a shell، شيل صدفة، الحاجة الجامدة اللي بتبقى على الظهر دي. زي السلحفاة كده بيبقى على ظهرها شيل. it has a shell، احفظ شيل واكتب شيل يا بطل. شيل شيل شيل. it has a shell، it has a shell. يبقى احنا بنتكلم على حاجة it lives in the garden، it has a shell، عندها shell، وشيل يعني صدفة. it has a shell.
It doesn't have. ما عندوش؟ ما عندوش ايه يا طارق؟ استر يا رب. It doesn't have ايه؟ It doesn't have legs. ما عندوش رجل. ايه ده؟ عليه صدفة. وما عندوش رجل؟ اه. It doesn't have legs. ما عندوش رجل. استنى استنى استنى. Or arms. ولا عنده دراع. Or arms. طبعا خطي هنا. بص انا لما باجي اكتب كده يعني الخط بيطلع وحش. فانا لازم اجي اكتب كده علشان اعرف اكتب كويس. فلو جيت هنا اعرف اكتب يعني ايه حذاري على جزء كبير جدا من الكادر. فعلش. It doesn't have legs or arms. ما عندوش لا رجل ولا دراع. ايه ده ايه ده؟ احنا خدنا كلمة شال صدفة. اوعى تنساه اوعى تنساه. It lives in the garden. عايش في الحديقة. It has a shell. وعنده صدفة. It doesn't have. وما عندوش legs. رجل. Or arms. ولا دراع. يا ترى ايه؟ It's a. يلا يلا نقول مين 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 مين. اكتب اكتب اكتب. Snail. الحلزون. Snail. It's a snail. It's a snail. اكتب حبيب قلبي. Snail. حلزون. It's a snail. 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 It's a snail. Snail. الحلزون. Snail. 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 إنه الحلزون. Snail. 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 اكتب يا حبيبي. Snail. اكتب يا حبيبي. Shell. صدفة. Snail. الحلزون. تمام؟ It lives in the garden. بيعيش في الحديقة. مش في الحديقة كده. It has a shell. عنده صدفة. It doesn't have. وما عندوش legs. رجل. Or arms. ولا دراع. It's a snail. هو الحلزون. Snail. 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 It's a snail. هو الحلزون. اللي جاي بقى. It lives in. بس مش the garden بقى. مش في الحديقة. It lives in Australia. عايش في أستراليا. It. اجهز علشان هنكتب Australia. It lives in. Okay. It lives in. هو يعيش في Australia. It lives in Australia. تمام؟ Australia. ايه ده؟ هو انت عملت الـ A capital ليه؟ علشان بتكلم في دولة. ده دولة وقارة. فلازم تتعمل capital. Australia. Okay. Australia. Australia. It lives in Australia. عايش في استراليا. تمام؟ It lives in Australia. It lives in Australia. اكتب Australia. 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 It jumps. You know jump. يقفز. Jump. 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 لو مش عارف اكتبها. Jump. هنضيف S دايما كده الفعل مع it نضيف S طالما بنتكلم في حقائق. ده المضارع البسيط. It jumps. بينط. On two legs. على رجلين. ينط على رجلين. Okay. It jumps on. It jumps on. Okay. It jumps on two legs. بينط على رجلين. ليه رجلين كده بص. ليه رجلين. الرجلين اللي ورا دول بيقعد ينط عليهم. It jumps. تنفسك انط زي. It jumps on two legs. It jumps on two legs. It jumps. بيقفز on على two legs. It jumps on two legs. يبقى مين؟ يبقى مين؟ It's a kangaroo. A kangaroo. الكنغر. It's a kangaroo. Kangaroo. اكتب يا حبيبي وقول معايا. Kangaroo. كلمة حفظي يا حبيبي. K-A-N-G-A-R-O-O. Kangaroo. 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 كنغرو. خدنا كلمتين. أستراليا وكنغرو. كنغرو. كنغرو. It lives in Australia. عايش في أستراليا. It jumps on two legs. بنط على رجلين. It's a kangaroo. كنغرو. 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 طيب تعال ناخد number 3 رقم 3. It. وكله It. حيوانات يا حبيبي وطيور هقول عليهم ايه بس. It طبعا. طيب it fly. خلي بالك لا مش هينفع fly. ليه؟ الفعل مع it لازم نضيف له s. تمام تمام. بس الفعل الاخر y احنا بنقلب الواي لاي ونضيف اي اس فهتبقى كده it flies. يعني ايه flies؟ يطير. fly يطير. it flies.
هو بيطير. حلو. It flies. هو بيطير. At night. بالليل. يعني في النهار لا 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 لا. بيطير في الليل. At night. طب ما تكتب at night. يلا. At night. في الليل. At night. It flies at night. It flies at night. هو بيطير في الليل. خلاص عرفنا. بيطير في الليل. بص 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 الحاجة الغريبة التانية. هو كله غريب في غريب. الكائن ده. It. طبعا مش هنقول sleep. هنقول sleeps. خلاص. Sleep ينام. It sleeps. بينام upside down. احنا خدنا upside down قبل كده. رأسا على عقب. مقلوب. بينام مقلوب. اهو بينام مقلوب. اكتب upside down. مقلوب. اوكي. upside down. مقلوب. بينام مقلوب. راسه تحت ورجله فوق. هو بينام كده. بيطير بالليل وبينام وهو مقلوب. It sleeps upside down. It sleeps upside down. It sleeps upside down. فين؟ على السرير؟ لا. On trees. على الأشجار. On trees. على الأشجار. It flies at night. بيطير بالليل. It sleeps. It sleeps. بينام upside down. قلنا upside down مقلوب وحبيب قلبي كتبها. Upside down. It sleeps upside down. بينام مقلوب. On trees. على الأشجار. يبقى مين؟ It's a. اكتب بقى. Bat. الخفاش. It's a bat. It's a bat. هو الخفاش. It's a bat. It's a bat. It's a bat. هو الخفاش. خفاش. Bat. اكتب يا بطل. Bat. كده خدنا سنيل الحلزون وخدنا كانجرو الكنغر وخدنا بات الخفاش. It sleeps. بينام upside down مقلوب. It flies. بيطير at night بالليل. It's a bat. It's a bat. هو الخفاش. طيب number four. رقم اربعة. It. It. عرف وهنجيب فعل وهنضيف له اس. حفظنا. It. وحتقول لي lives. يعيش. احنا عارفين كل حاجة. It lives. هو يعيش. On. على. على ايه؟ Ice. التلج. And snow. يا سلام. على التلج والجليد. لو مش عارف ice اكتب ice. تلج. Ice. 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 والجليد snow. 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 الجليد snow. بيعيش على التلج والجليد. ايه ده؟ ده انا في الشتاء يعني بقى اقول لك ايه؟ بجيب الدولاب كله البسه والبطاطين كلها تغطى. ده بيعيش على التلج والجليد. يا قلبك. It lives. بيعيش on ice and snow. لونه بقى black and white. It's black. اسود and white وابيض. It's black. اسود. And white. وابيض. تمام. It's black and white. لونه ابيض واسود. تمام. It can swim. It can. هو يقدر. It can swim. مش swims. لا. ما هو كان بعدها فعل في المصدر. كان بعدها فعل في المصدر بدون اضافات. It can swim. It can swim. بيقدر يعوم. ايه ده؟ بيعيش على التلج والجليد وبيقدر يعوم. بس في حاجة ما بيعملهاش. ايه هي بقى؟ But it can't. ايه بقى؟ But it can't fly. But it can't fly. ما بيطرش برغم انه طائر. تمام؟ برغم انه طائر بس ما بيطرش. But it can't fly. But it can't fly. يبقى مين؟ اكتب بقى معايا هيبقى مين؟ It's a penguin. البطريق. Penguin. 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 خلاص حبيب قلبي اسمه ايه؟ Penguin. 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 It's a penguin. هو البطريق. It lives on ice and snow. بيعيش على التلج والجليد. It's black and white. ولونه اسود وابيض. It can swim. بيقدر يعوم. But it can't fly. بس ما بيعرفش يطير. It's a penguin.
بينجوين، بينجوين البطريق. انت كده عرفت يعني بطريق، عرفت يعني خفاش بات، عرفت يعني الكنغر كانجرو، عرفت يعني ايه بطريق بينجوين، عرفت يعني الحلزون سنيل. خلاص، سنيل بات كانجرو بينجوين، بينجوين البطريق بينجوين. اوكي البطريق بينجوين. طيب تعال لنمبر 5، رقم 5. It's a bird. You know bird، طائر. It's a bird. اكتب bird، طائر. Bird، bird. It's a bird، انه طائر. It's very beautiful، هو جميل جدا. It's very beautiful، كل الطيور جميلة. It's very beautiful. It's a bird، هو طائر. It's very beautiful، وجميل جدا. وكمان حاجة، استنى استنى، and و colorful، ملون، مشبع بالألوان، ألوانه كتيرة كده. تمام، colorful، colorful، colorful. اكتب اكتب يا حبيب قلبي، colorful، colorful. It's a bird، هو طائر. It's very beautiful، هو جميل جدا زيك. And colorful، وملون. It's very beautiful and colorful. تمام؟ ما قلتش بيعيش فين؟ استنى اهي. It lives، اشمعنى هو؟ It lives بالاس اهي. It lives، بيعيش. In، في. The ايه؟ The ايه؟ The ايه؟ اكتب اكتب اكتب. Rainforest، الغابة الاستوائية. Rain، rain مطر. وفورست غابة، الزقهم في بعض تبقى غابة استوائية أو غابة مطيرة لأنها بتمطر كتير هناك. It lives in the rainforest. تمام؟ It lives in the rainforest. حبيب قلبي اكتب rainforest. Rainforest، rainforest، غابة استوائية. Rainforest، 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 غابة استوائية. Rainforest، 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 غابة استوائية. Rainforest، rainforest. بص، It's a bird، هو طائر. It's very beautiful، هو جميل. And colorful، وملون، مشبع بالألوان وزاهي بالألوان. It lives in، بيعيش في the rainforest، في الغابة الاستوائية. يبقى مين؟ حاجة كده اسمها البغبغان. Parrot، parrot. It's a parrot، parrot، parrot. P-A R-R-O-T، parrot، البغبغان. parrot، it's a parrot، إنه البغبغان. فعلا تصدق البغبغان طائر جميل ملون بيعيش في الغابة الاستوائية. It's a bird، it's very beautiful and colorful، it lives in the rainforest، it's a parrot، إنه البغبغان. كتبت بغبغان؟ ما كتبتش بغبغان. parrot، parrot، بغبغان. parrot، 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 بغبغان. parrot، اكتب بغبغان. parrot، اكتب parrot، 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 parrot. اوكي اللي جاي بقى يعني هيخوفنا يعني. it lives in Africa، it هو مش هنخاف منه طبعا. it lives، اوكي it lives، لا خليك سمعني. it lives in Africa، it lives in Africa. اوكي it lives in، بيعيش في Africa. Africa يعني افريقيا. كان الكنغارو في استراليا لكن ده in Africa. اوكي it lives in Africa، it lives in Africa، it lives in Africa. اوكي it lives in Africa، افريقيا، افريكا، افريكا، افريكا. بعد كده it's a very big cat، هو قطه، قط من عيله القط. هنعمل له ايه؟ it's a very big cat، it's a very big cat، هو كده من عيلة القطط، من فصيلة القطط. it's a very big cat، it's a very big cat. بس الصراحة it's very strong، هو قوي جدا. it's very strong، you know strong، قوي. It's very strong. It's very strong. It's very strong. It's very strong.
It's very strong. مين بقى ده؟ It lives in Africa. It's a very big cat. It's very strong. يبقى It's a lion. والأسد. Okay. It's a lion. It's a lion. It's a lion. والأسد. It's a lion. Okay. It's a lion. Lion. مش lion. خلاص انت صح. It's a lion. It's a lion. It's a lion. It's a lion. هو الأسد. It's a lion. ناموي من الأسد. Okay. نام الأسد. It's a lion. It lives in Africa. It's a very big cat. It's very strong. It's a lion. اللي بعد كده بقى حاجة جميلة كده لذوذة وحبوبة خالص. تمام؟ وفريندلي كده. تعال نشوفه مين. It's very friendly. هو ودود جدا. It's very friendly. بيحب الناس والناس بتحبه. It's very friendly. Okay. It's very friendly. It swims. بيعوم ومش لوحده. It swims in a group. بيعوم في مجموعة. It. خلي بالك swims. خلي بالك من الاس. It swims in a group. بيعوم في مجموعة. بيبقوا مجموعات كده وهما بيعوموا. It swims in a group. It swims in a group. It swims in a group. With its family. With مع مجموعة مع its family مع أسرته. Okay. Group مجموعة. أنت كتبت group؟ ما كتبتش group. ما كتبت group مجموعة. Group. Group. It swims in a group. Group. Group مجموعة. It swims in a group. It swims in a group. Swims in a group. With its family. بيعوم في مجموعة مع عيلته فين؟ في المحيط. يعني محيط؟ محيط يعني ocean. 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 O-C-E-A-N. Ocean. 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 يبقى هو بيعوم in the ocean. أيوة. In the ocean. هنكتب in the ocean. It swims in a group. بيعوم في مجموعة. With its family, مع أسرته, in the ocean, في المحيط, in the ocean, 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 المحيط, حبيب قلبي, ocean, O-C-E-A-N, ocean, ocean, it swims in a group, بيعوم في مجموعة, مش لوحده, مجموعة مع مين, with its family, مع عيلته, in the ocean, في المحيط, يبقى مين, يبقى مين, dolphin, it's a dolphin, It's a dolphin. Dol, D-O-L. وال ف ف ف دي جاي من ال P-H. وال I-N. It's a dolphin. It's a dolphin. 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 It swims in a group. بيعيش في مجموعة. With its family. مع أسرته. In the ocean. في المحيط. It's a dolphin. هو الدولفين. حبيبي الجميل. اكتب دولفين 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 دي او ال بي اتش اي ان دولفين 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 اوكي اتس فيري فريندلي ات سويمز ان ا جروب وذ اتس فاميلي ان ذا اوشن اتس ا دولفين تعال لاخر واحد تعال نتكلم عليه ات ليفز ان تشاينا الله يكون في عونك. It lives بيعيش in في تشاينا. الكاية تشاينا يعني الصين فبعمل سي كابيتل بتاع تشاينا. لأن أول حرف في الدول كابيتل. كاية تشاينا. It lives in China. كاية اكتب يا حبيب قلبي تشاينا. تشاينا كنت كنت أخذها زمان قوي في سنة ثالثة. تشاينا الصين. تشاينا. 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 It lives in China. كاية. It lives in China. It lives in China. It eat لا eats. ما تنساش بنضيف للفعل اس علشان it. It eats. بيأكل ايه؟ حاجة اسمها bamboo. اللي هو نبات الخيزران. Bamboo. اكتب يا بطل bamboo. Bamboo. B-A-M-B-O-O. Bamboo. It eats bamboo. Okay. It eats bamboo. It eats bamboo. It's big. هو كبير.
حجمه كده كبير كده تمام. It's big. هو كبير برضو. And black and white. واسود وابيض زي البينجوين. البينجوين البطريق كان ابيض واسود. ده برضو نفس القصة. And black and white. اسود وابيض هو كمان. طيب يبقى it's a هو الايه. It's a panda. It's a panda. Okay. It's a panda. دب الباندا. اكتب بقى يا حبيب قلبي. باندا 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 باندا. It lives in China. بيعيش في الصين. What does it eat? بيأكل ايه؟ It eats bamboo. نبات الخيزران. Bamboo. 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 It's big. هو كبير. And black and white. واسود وابيض. لونه اسود وابيض. It's a panda. هو الباندا. دب الباندا. It lives in China. It eats bamboo. It's big. And black and white. It's a panda. هو الباندا. كده احنا اتكلمنا على 8 animals and birds. فتعالى ننتقل لحاجة جديدة وهي باقي كلمات الدرس. لان احنا خدنا جزء كبير من الكلمات. فهنروح لباقي كلمات الدرس نعرضها مع بعض. الحياة البرية حبيب قلبي اكتبها معايا. الحياة البرية يعني wild life. wild الزق فيها life. wild life الحياة البرية. wild life wild life wild life الحياة البرية wild life. علشان كده فلفل كان من شوية صغيرة في مكان اسمه wild life park. حديقة الحيوانات البرية او منتزه الحيوانات البرية. اسمه كده wild life park. خلاص يبقى wild life الحياة البرية wild life. طيب اتكلمنا على الكنغرو الكنغر. الكنغر ده ليه جيب في بطنه كده بيعين فيه ولاده الصغيرين. الجيب ده اسمه ايه؟ اسمه pouch. pouch pouch P-O-U-C-H اللي هو جيب الكنغر. pouch 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 الكيس او الجيب بتاع الكنغر اسمه pouch. pouch 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 pouch. كلمة صغير السن أو قليل يعني little 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 L-I-T-T-L-E little 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 little. تمام؟ في كلمة خدناها كتير قوي اللي هي wonderful رائع وقلنا بتساوي awesome وخدنا الاتنين كتير. رائع ممكن تقول wonderful wonderful خلاص وممكن تقول awesome رائع awesome. تمام؟ awesome يبقى wonderful او awesome. تمام wonderful او awesome. طيب التلاجة بالانجليزي يعني fridge fridge fridge. اوكي تلاجة fridge. تمام يا بطل تلاجة fridge 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 تلاجة fridge. والظلام dark 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 d a r k الظلام dark 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 الظلام dark dark dark. اما خاص او مميز خدناها كتير special 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 special. خاص او مميز special 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 special. كلمة بالداخل يعني inside inside inside. خلاص بالداخل inside 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 inside. اما ملخص لما اعمل ملخص لحاجه فدي اسمها summary 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 s u m كاني بكتب summer بس انا مش هحط اي ار لا هحط a r y summary 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 summary. طيب بص يا حبيبي تعالى نراجع على الكلمات تمام دلوقتي كلها ولسه الافعال ولسه التعبيرات. بص الكنغر كانجرو دب الباندا باندا خفاش بات اسد لاين طائر البطريق بينجوين دولفين دولفين الحلزون سنيل البغبغان بيروت قوي سترونج صدفه شيل زاهي الالوان كالرفول
محيط أوشن، رأساً على عقب أو مقلوب upside down، حياة برية وايلد لايف، كيس الكنغر أو الجيب بتاع الكنغر اسمه pouch، استراليا أستراليا، ودود فريندلي، قارة أفريقيا أفريكا، غابة مطيرة أو غابة استوائية رين فورست اللي بيعيش فيها البغبغان، قليل أو صغير السن little، مجموعة group، نبات الخيزران بامبو اللي الباندا بياكله، رائع wonderful أو awesome، تلاجة فريج، ظلام dark، تلج ice، جليد snow، خاص أو مميز special، الصين تشاينا، بالداخل inside، وملخص summary. طيب تعال بقى نبص على الأفعال. الأفعال المنتظمة كالعادة احنا بناخد الأفعال المنتظمة الأول، يبقى stay، خدنا السيشن اللي فات stay healthy stay، وبقول لك ده فعل منتظم فهيبقى بقى stayed، هنضيف اي دي تمام stay stayed. يتحدث talk، هو الاي ال بتدي sound او، يبقى ت اوك توك توك توك، يتحدث. طيب ده فعل منتظم يبقى تحدث talked talked talked. البغبغان it can't talk، بيقدر يتكلم it can't talk. طيب يردد repeat، والبغبغان بيردد ورايا، لما اقول حاجه بيقول زيي يبقى هو it can repeat 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 repeat. فالمستر في المدرسه يقول لك repeat after me، يعني قول ورايا. ماضي repeat repeated، اكيد لان ده فعل منتظم، repeated 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 repeat repeated repeat repeated. يقفز jump زي kangaroo، okay it jumps on two legs، بينط على رجلين، jump jump jump. والماضي jumped 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 jumped، دي افعال منتظمه. الافعال الغير منتظمه، يجلس sit، يبقى مفيش sitted، ده بقولك غير منتظمة، يبقى جلس sat 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 sat. يطير fly 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 fly. طيب طار flew 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 flew. يطعم يأكل feed 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 f e e d feed feed. وأطعم الماضي fed F E D feed fed feed fed. يختبئ hide 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 H I D E hide. والماضي head اختبأ head 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 hide head okay hide head hide head. دي الأفعال غير منتظمة، يختبئ hide، فكر hide and seek سنة رابعة استغماية. طيب expressions، كل سيشن بقول لك الاكسبريشنز مهم، الاكسبريشنز هتخليك تفهم وتقرا الجمل. طيب داي اوت يعني يوم بالخارج، داي اوت فلفل قضى يوم بالخارج في الوايلد لايف بارك، داي اوت داي اوت داي اوت داي اوت يوم بالخارج داي اوت. سيد قال، وتقول قال ايه، وتقول فور، يبقى قال لي سيت فور سيت فور سيت فور، قال لي سيت فور. لما تقول على حاجة كده it sounds amazing يعني تبدو مدهشة، it فاكر it sounds good تبدو جيدة، هنا هنقول بقى it sounds amazing تبدو مدهشة. طب استنى كده، ده انا بقولها وانا يعني منفعل قوي، اعمل علامة تعجب بعدها، حاجة طالعة كده بمشاعر قوية علامة تعجب بعدها، it sounds amazing it sounds amazing. طيب jump يقفز on على زي kangaroo، it jumps on two legs، but jump on يقفز على، jump on jump on jump on. طيب swim in a group يعوم في مجموعة زي dolphin، swim كنا بنقول عليه it swims in a group with its family، swim in a group swims أو swim in a group swim in a group. طيب عندك بعد كده حاجة اسمها go near يقترب، okay go near
go near او يقترب من go near go near go near. look so cool برضو يبدو لطيف جدا. طيب هنعمل بعدها علامة تعجب برضو. look مش ينظر هنا يبدو. look so cool يبدو لطيفا جدا. look so cool it looks so cool بشكر في حاجة. it looks so cool يبدو لطيف جدا وعلامة تعجب بعدها. through the trees عبر الأشجار أو من خلال الأشجار. through the trees عبر الأشجار أو من خلال الأشجار. through the trees يقوم بمشروع يعني do a project يقوم بمشروع أو بنشاط. do a project تعرف أنت درس البروجكت اللي بيكون في آخر اليونت project مشروع أو نشاط. do a project يقوم بمشروع. do a project ممكن برضو تشكر في حاجة في حيوان في طائر في أي كان وتقول it's so بس مش هتقول cool sweet برضو حلو إنه حلو جدا. it's so sweet أو إنه رائع جدا. it's so sweet برضو علامة تعجب. it's so sweet الله ده البغبغان ده جميل. it's so sweet okay it's so sweet it's so sweet it's so sweet it's so sweet okay it's so sweet. طيب هنقرا الدرس او المحادثه اللي كانت بين مين ومين. بين فلفل وزيكو بس احنا هنغير الاسماء يعني رامز ده هنخليه فلفل خلاص. طيب اهم النقاط الاساسيه اللي كانت في المحادثه بص. yesterday امبارح فلفل went to a wildlife park راح حديقة الحيوانات البرية with his family مع عيلته. he enjoyed it very much استمتع بها كتير. they هما هو وعيلته saw رأوا lots of different animals حيوانات مختلفة كتير like مثل lions الأسود kangaroos الكنغر and penguins وطيور البطريق أو البطاريق. he saw رأى his favorite birds طيوره المفضلة اللي هي the parrots البغبغانات. he was a bit sad وكان زعلان سنة صغيرة. طيب ليه زعلان؟ because he didn't see the bats لأنه ما شافش الخفافيش وعاوز يشوف الخفافيش ليه؟ and he's doing a project لأنه هيعمل project مشروع ونشاط on them عليهم at school في المدرسة فكان نفسه يشوفهم. تمام بص يا سيدي تعالى للمحادثة. كان زيكو وقف وفلفل جاي عليه وقال له هاي ازيك. I had مش have I had ماضي تمام لأن دي حاجة خلصت. I had أنا قضيت يبقى have من معنيها يقضي و had قضى. I had أنا قضيت a wonderful day يوم رائع out بالخارج امتى yesterday امبارح مع مين with my family مع عيلتي. hi I had a wonderful day out yesterday with my family. فزيكو قال له رحت فين where did you go رحت فين انت رحت فين. فقال له I went to أنا ذهبت إلى the new wildlife park حديقة الحيوانات البرية الجديدة اللي فاتحة جديد رحناها. the new wildlife park I went to the new wildlife park ده جميلة قوي يا زيكو. it was awesome كانت رائعة. it was awesome فزيكو قال له what did you see شفت ايه هناك. what did you see could يعني هل هنا بقى could you هل استطعت go near the lions ان تقترب من الاسود. could you go near the lions could you go near the lions قال له no اقرب لا 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 لا
We stayed in the car. احنا بقينا كل افعالي ماضي. In the car في السيارة. But ولكن we could see them شفناهم through the trees وسط الأشجار. شفناهم كده وسط الأشجار وهم ماشيين. The kangaroos حيوانات الكنغر were interesting too. هي شيقة أيضا. Where كانت ماضي. Interesting شيقة too أيضا. بص انت عارف الحيوانات دي little صغيرة. When they are little, when they لما هم are بيكونوا little, they can sit يقدروا يقعدوا inside داخل their mom's pouch جوه الباوتش بتاع مامتهم. الباوتش الكيس, الكيس بتاع الكنغر تمام, بيقعد جوه الكيس بتاع مامته. okay it of they can sit inside, sit inside يقعد داخل their mom's pouch. It's so sweet. حاجة رائعة جدا. فزيكو سأل what birds did you see, ما الطيور اللي شفتها. what birds, ما الطيور, أداة استفهام what birds. okay والفعل المساعد did. what birds did, ما الطيور. did الفاعل you, ما الطيور اللي انت see شفتها. what birds did you see, عشان لو جات لك ترتيب. what birds did you see, فقال له oh lots كتير. but my favorites بس المفضلين عندي were the كانوا مين, the parrots البغبغانات. they were so beautiful هم كانوا جمال جدا. and they could ماضي كان, خلاص مش هقول كان بقى انا هقول could, استطاعوا. they could استطاعوا talk يتكلموا. they could talk. we said احنا قلنا some words بعض الكلمات for them ليهم. said for قال لي. we said some words for them قلنا بعض الكلمات ليهم. to repeat علشان يربيت يكرروها, نقعد نقول كلمات وهم يقولوا زيها. فزيكو قال له what about animals that like the cold, وماذا عن الحيوانات اللي بتحب البرد. did you see any, هل شفت اي حاجة منهم. قالوا yes penguins البطريق. yes penguins they were in a special place, حطونهم كده في مكان خاص, تلج برضو وسعة وجليد. they were in a special place inside, it was cold مكان برد, like a fridge زي التلاجة. ما عايزين يقعدون في مكان زي البيئة بتاعتهم, يبقى حطوهم في مكان كده ساعة جدا زي التلاجة, like a fridge. we fed them احنا fed اطعمها ماضي فيد. we fed them احنا اطعمناهم some fish بعض السمك. I love penguins احب البطاريق. they can swim يقدر يعوموا so well جيدا جدا. and they look so cool ويبدون رائعين. look so cool يبدو رائع. واو زيكو بقى was there anything you wanted to see, was there هل كان anything, هل كان موجود اي حاجة او هل كان في اي حاجة you wanted to see كنت عاوز تشوفها but ولكن couldn't لم تستطع. قال له the bats وزعلان بقى the bats الخفافيش, علشان بعمل project عليهم في المدرسة. I'm doing a project on bats at school, أنا بعمل project on bats على الخفافيش at school في المدرسة. so I really wanted to see them, I really أنا حقا wanted أردت to see them إن أنا أشوفهم. but they were all hiding بس كانوا كلهم مستخبين بقى النهار بقى وكده فبيستخبوا. and I couldn't see them in the dark, وطيب وفي الضلمة لما ادخل ليهم في الضلمة انا مش شايفهم. I couldn't see them in the dark, I couldn't see them in the dark, I couldn't see them in the dark. فأيمن قال له oh well it sounds amazing انه يبدو مدهش. okay amazing مدهش. انا بقى اسيبك يا عم وهروح للارانب, انا اخر الارانب يعني انت شفت ايه وايه وايه, انا هروح للارانب ده كل اللي انا شفته.
I have got to feed, أنا لازم أطعم my rabbit now, أرنبي الآن. That's the most wildlife I'll see today. هو ده بس الحياة البرية اللي أنا هشوفها النهاردة، هو الرابت بتاعي. طيب إحنا خلصنا، بس أنا ملاحظ في المحادثة إن اتكررت could كتير و couldn't كتير. بص حبيب قلبي، هي could يعني استطاع، خلاص عشان نختم بقى to conclude، عشان نختم. could استطاع ماضي كان، و couldn't العكس لم يستطع. زمانهم ماضي، يعني لو عايز تقول في الماضي ما تقولش I can، قول I could. ما تقولش I can't، قول I couldn't، لأن كان يستطيع دلوقتي، لكن في الماضي بيبقى اسمها could. الماضي بتاع كان could استطاع، بيجي بعد could و couldn't infinitive، فعل في المصدر، خلاص. يعني مثلا I could feed، فعل في المصدر مش فد، لا feed. I could feed، كي استطعت انا قدرت اطعم. I could feed the penguins، البطريق. I could feed the penguins. طيب و couldn't لم يستطع في الماضي، قول I couldn't see. I couldn't see، انا لم استطع ان ارى the bats، الخفافيش. I couldn't see the bats، انا لم استطع ان ارى الخفافيش. انا بعتذر جدا للاطالة، بس السيشن حلو قوي، وانا مبسوط جدا انك لغاية دلوقتي لسه بتتفرج على الفيديو. Thank you for watching، اتمنى ان الفيديو يكون عجبك. ما تنساش اللايك الجميلة منك علشان تساعدنا ان احنا نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس. انا بحبك جدا، هتوحشني كتير. لغاية السيشن الجاي ان شاء الله. سلام يا بطل. Goodbye.